رواية خيال علمي من الواقع ازاي يعني؟ هنعرف لو صبرنا دقيقة واحدة. احداث الرواية بتبدأ في عصر جليدي قبل حوالي 100,000 سنة. عشيرة من الناس عايشة في مكان ما من العالم. بسبب نقص الموارد وصعوبة الحصول على الغذاء، العشيرة قررت تنقسم لمجموعتين وينفصلوا عن بعض، فاتجهت مجموعة لأقصى الشرق والمجموعة التانية اتجهت لأقصى الغرب. ومرت السنين وانتهى العصر الجليدي والتلج انصهر، وأصبحت كل مجموعة في قارة منفصلة ومعزولة عن المجموعة التانية وعن بقية العالم. فالمجموعة اللي في الأمريكتين عزلها المحيط، والمجموعة اللي في آسيا عزلها المحيط من جهة والجبال من جهة. لحد هنا الأحداث عادية، ما فيهاش خيال ولا إثارة. المجموعتين لأنهم معزولين عن بقية العالم، مع مرور الوقت أصبحوا مختلفين عن بقية البشر، ولا يشبهوا حد ولا حد يشبههم. لسه الأحداث عادية. اللي مش عادي بقى إن أطفال العشيرة دي بمجموعتينها اللي في أقصى الشرق واللي في أقصى الغرب بيتولدوا مختومين بختم العشيرة. كيفاش يتولدوا مختومين؟ واش تقصد بحال أطفال المسيحية؟ واش تقصد واش مبسطالي؟ برا ما يمكنش هادشي. مش بياخدوا المولود ويوشموه، هو الطفل بيتولد من بطن أمه مختوم بختم العشيرة. وهنا أحداث الرواية ابتدت تقلب على واقعية. إزاي بقى؟ دول 3 صبيان، فيهم واحد مش أسيوي والتانيين أسيويين. تفتكر إزاي ممكن نفرزهم من بعض؟ لما عرضت الصور دي على مجموعة أشخاص، معظمهم جاوبوا غلط، واللي جاوب صح كان مجرد تخمين. ممكن تقولي نفحص الـ DNA؟ للأسف مفيش وقت، إحنا عايزين نفرزهم دلوقتي حالاً. هنعمل إيه؟ يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ هنبص على ظهر الولاد. الأسيوي منهم هنلاقي على المنطقة السفلى من ظهره بقع زرقاء أو سودة بتمتد للمؤخرة وممكن تظهر على الأكتاف، بينما أي حد غير الأسيويين ما عندهوش الموضوع ده. الظاهرة دي اسمها علامات الميلاد التبيتية أو المنغولية، واسمها في الطب Congenital Dermal Melanocytosis، يعني التصبغ الجلدي الذاتي. العلامات دي بتتلاشى مع السن وبتظهر في كل السلالات الأسيوية، سواء اللي في شرق آسيا أو في الأمريكتين. وهو الأسيويين بيعملوا إيه في الأمريكتين وهم هناك من إمتى؟ الاستكشاف الأوروبي للأمريكتين هو أول محاولة ناجحة لعبور الأطلنطي وثقها التاريخ، وقبل كده ما كانتش تكنولوجيا الملاحة وصلت للكفاءة اللي تمكن سفينة من عبور المحيط المسمى ببحر الظلمات حينئذ. الأوروبيين لما وصلوا شواطئ الأمريكتين لقيوا فيها ناس، السكان الأصليين، ملامحهم أسيوية وبشرتهم مصفرة أو محمرة، فسموهم الهنود الحمر. عايشين في الأرض دي من آلاف السنين وطوروا حضارات زي الإنكا والمايا والأستيك والناشوني بتاعت ميلو ثاتش في فيلم أطلانتس الجزء الثاني. دلوقتي الناس دول انقرضوا بفعل الإبادة اللي مارسها المستعمر الأوروبي، بس لسه باقي منهم شوية ومعظمهم في أمريكا الجنوبية. والأهم من ده كله إنهم بيتولدوا مختومين بختم العشيرة المنغولية. حد فاكر ميزة تانية بتتميز بيها السلالات الأسيوية؟